أب جملة خلق الله كل شيء جميلا. خلق فعل ماضي مبني على الفتح، اسم الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، كل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، شيء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، جميلة حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، والفعل خلق متعدي لمفعول واحد. إعراب جملة مصر أكثر البلاد حرصا على القضاء على الفساد بكل أنواعه. مصر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الواحدة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. أكثر خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة، بلاد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، حرصا تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصبه الفتحة، على حرف جر. القضاء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، على حرف جر مبني لما حل لهم الإعراب. الفساد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة بكل الباء حرف جر، وكل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة أنواعه أنواع، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أب جملة خلق الله كل شيء جميلا. خلق فعل ماضي مبني على الفتح، اسم الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، كل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، شيء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، جميلة حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، والفعل خلق متعدي لمفعول واحد. إعراب جملة مصر أكثر البلاد حرصا على القضاء على الفساد بكل أنواعه. مصر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الواحدة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. أكثر خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة، بلاد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، حرصا تمييز ملحوظ منصوب وعلامة نصبه الفتحة، على حرف جر. القضاء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، على حرف جر مبني لما حل لهم الإعراب. الفساد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة بكل الباء حرف جر، وكل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة أنواعه أنواع، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الفعل أخضر فعل ثلاثي مزيد بحرف أي رباعي، المصدر منه أي المفعول المطلق إخضار، أفعل إفعال، مثل أكرم إكرام، أخضر يخضر إخضار، فهو مخضر والمفعول مخضر. أخضر الماء الزرع أنعمه وجعله أخضر نضرا. نقول الزرع أكثر إخضارا من الأشجار. إعراب جملة الزرع أكثر إخضارا من الأشجار، الزرع مبتدأ، أكثر خبر، إخضارا تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة، من حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. الأشجار اسم مجرور وعلامة جر الكسرة. أما الفعل إخضر فهو فعل ثلاثي مزيد بحرفين الألف والتاء أي خماسي، المصدر منه أي المفعول المطلق إخضرارا، إخضر يخضر إخضرارا، فهو مخضر. إخضر ورق الشجر خضرة أي صار في لون الحشائش الغضة، صار لونه أخضر. نقول الزرع أكثر إخضرارا من الأشجار. الزرع مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، أكثر خبر مرفوع علامة رفع الضمة، إخضرارا تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة، من حرف جر. الأشجار اسم مجرور. خضرة اسم التفضيل منه أكثر خضرة. اخضر أكثر اخضرارا. أخضر الاسم التفضيل منه أكثر إخضارا. أعراب جملة ستبقى مصر شامخة على مر العصور. السين حرف دال على المستقبل مبني لا محل له من الإعراب. تبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة،
مصر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الواحدة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. شامخة حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة على حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. مر اسم مجرور وعلامة جره الكسر. مصر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. هل يأتي الفعل يبقى ناقصا ناسخا؟ مثل ستبقى مصر شامخة، يبقى الوطن غاليا. لا، لأنه أفاد معنى بجانب دلالته على الزمن، والأفعال الناسخة تعني دلالة زمنية دون المعنى. فالأفعال الناسخة الناقصة ليست أفعالا حقيقية بل تسمى بأفعال العبارة، فإن أفادت معنى فهي تامة. شامخة وغانيا تعرب حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. الفعل يبقى فعل تام وليس فعلا ناقصا. لطلاب الصف الثالث الإعدادي حالة اسم التفضيل المصوغ من فعل الوصف منه على وزن أفعل أو فعلان. الفعل حمراء، لقد فقد هذا الفعل شرطا من الشروط السبعة، فالوصف منه على أفعل يكون فعلاء أي يكون أحمر فيصبح حمراء. فإذا كان الوصف منه على أفعل يكون فعلاء تأتي باسم التفضيل المناسب من الفعل المستوفي للشروط السبعة، ونأتي بعده بالمصدر من الفعل الأصلي المراد التفضيل منه، ويكون منصوبا على أنه تمييز. فنقول الشمس أكثر حمرة من القمر، ويكون في المثال السابق اسم التفضيل أكثر حمرة، والمفضل هو الشمس والمفضل عليه هو القمر. إعراب جملة الشمس أكثر حمرة من القمر. الشمس مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، أكثر خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الواحدة لأنه ممنوع من الصرف صفة على وزن أفعل. حمرة تمييز ملحوظ منصوب علامة نصبه الفتحة. من حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. القمر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ملاحظة، هناك فرق بين الأفعال خضرا واخضرا وأخضرا. خضرا فعل ثلاثي مجرد المصدر منه أي المفعول المطلق خضرة، خضرة يخضر خضرة وخضرة فهو خضر، وأخضر وهي خضراء والجمع خضر. خضر الزرع صار أخضر. نقول الزرع أكثر خضرة من الأشجار. إعراب جملة الزرع أكثر خضرة من الأشجار. الزرع مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، أكثر خبر مرفوع علامة رفع الضمة، خضرة تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة. من حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. الأشجار اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. الفعل أخضر فعل ثلاثي مزيد بحرف أي رباعي، المصدر منه أي المفعول المطلق إخضار، أفعل إفعال مثل أكرم إكرام، أخضر يخضر إخضار فهو مخضر والمفعول مخضر. أخضر الماء الزرع أنعمه وجعله أخضر نضرا. نقول الزرع أكثر إخضارا من الأشجار. إعراب جملة الزرع أكثر إخضارا من الأشجار. الزرع مبتدأ أكثر خبر إخضارا تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة. من حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. الأشجار اسم مجرور علامة جر الكسرة. أما الفعل إخضر فهو فعل ثلاثي مزيد بحرفين الألف والتاء أي خماسي، المصدر منه أي المفعول المطلق إخضرارا، إخضر يخضر إخضرارا فهو مخضر، إخضر ورق الشجر خضرة،
أي صار في لون الحشائش الغضة، صار لونه أخضر، نقول الزرع أكثر اخضرارا من الأشجار. الزرع مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، أكثر خبر مرفوع علامة رفع الضمة، اخضرارا تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة، من حرف جر، الأشجار اسم مجرور. خضر اسم التفضيل منه أكثر خضرة. اخضر أكثر اخضرارا. أخضر الاسم التفضيل منه أكثر إخضارا. أرى جملة ستبقى مصر شامخة على مر العصور. السين حرف دال على المستقبل مبني لا محل له من الإعراب. تبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة. مصر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الواحدة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. شامخة حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، على حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. مر اسم مجرور وعلامة جره الكسر. مصر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. هل يأتي الفعل يبقى ناقصا ناسخا؟ مثل ستبقى مصر شامخة، يبقى الوطن غاليا. لا، لأنه أفاد معنى بجانب دلالته على الزمن، والأفعال الناسخة تعني دلالة زمنية دون المعنى. فالأفعال الناسخة الناقصة ليست أفعالا حقيقية، بل تسمى بأفعال العبارة، فإن أفادت معنى فهي تامة. شامخة وغاليا تعرب حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. الفعل يبقى فعل تام وليس فعلا ناقصا. لطلاب الصف الثالث الإعدادي حالة اسم التفضيل المصوغ من فعل الوصف منه على وزن أفعل أو فعلان. الفعل حمراء، لقد فقد هذا الفعل شرطا من الشروط السبعة، فالوصف منه على أفعل يكون فعلاء، أي يكون أحمر فيصبح حمراء. فإذا كان الوصف منه على أفعل يكون فعلاء، تأتي باسم التفضيل المناسب من الفعل المستوفي للشروط السبعة، ونأتي بعده بالمصدر من الفعل الأصلي المراد التفضيل منه، ويكون منصوبا على أنه تمييز. فنقول الشمس أكثر حمرة من القمر، ويكون في المثال السابق اسم التفضيل أكثر حمرة، والمفضل هو الشمس، والمفضل عليه هو القمر. إعراب جملة الشمس أكثر حمرة من القمر. الشمس مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، أكثر خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الواحدة، لأنه ممنوع من الصرف صفة على وزن أفعل. حمرة تمييز ملحوظ منصوب علامة نصبه الفتحة، من حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. القمر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ملاحظة، هناك فرق بين الأفعال خضرا واخضرا وأخضرا. خضرا فعل ثلاثي مجرد، المصدر منه أي المفعول المطلق خضرة، خضرة يخضر خضرة، وخضرة فهو خضر، وأخضر وهي خضراء، والجمع خضر. خضر الزرع صار أخضر، نقول الزرع أكثر خضرة من الأشجار. إعراب جملة الزرع أكثر خضرة من الأشجار. الزرع مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، أكثر خبر مرفوع علامة رفع الضمة، خضرة تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة، من حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. الأشجار اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. الفعل أخضر فعل ثلاثي مزيد بحرف أي رباعي، المصدر منه أي المفعول المطلق إخضار، أفعل إفعال، مثل أكرم إكرام، أخضر يخضر إخضار، فهو مخضر والمفعول مخضر.
أخضر الماء الزرع أنعمه وجعله أخضر نضرا. نقول الزرع أكثر إخضارا من الأشجار. إعراب جملة الزرع أكثر إخضارا من الأشجار: الزرع مبتدأ، أكثر خبر، إخضارا تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة، من حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، الأشجار اسم مجرور علامة جر الكسرة. أما الفعل إخضر فهو فعل ثلاثي مزيد بحرفين الألف والتاء أي خماسي. المصدر منه أي المفعول المطلق إخضرارا، إخضر يخضر إخضرارا فهو مخضر. إخضر ورق الشجر خضرة أي صار في لون الحشائش الغضة، صار لونه أخضر. نقول الزرع أكثر إخضرارا من الأشجار. الزرع مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، أكثر خبر مرفوع علامة رفع الضمة، إخضرارا تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة، من حرف جر الأشجار اسم مجرور. خضرة اسم التفضيل منه أكثر خضرة. إخضر أكثر إخضرارا. أخضر الاسم التفضيل منه أكثر إخضارا. لطلاب الصف الثالث الإعدادي حالة اسم التفضيل المصوغ من فعل الوصف منه على وزن أفعل أو فعلان. الفعل حمراء، لقد فقد هذا الفعل شرطا من الشروط السبعة، فالوصف منه على أفعل يكون فعلاء أي يكون أحمر فيصبح حمراء. فإذا كان الوصف منه على أفعل يكون فعلاء تأتي باسم التفضيل المناسب من الفعل المستوفى للشروط السبعة، ونأتي بعده بالمصدر من الفعل الأصلي المراد التفضيل منه، ويكون منصوبا على أنه تمييز. فنقول الشمس أكثر حمرة من القمر، ويكون في المثال السابق اسم التفضيل أكثر حمرة، والمفضل هو الشمس، والمفضل عليه هو القمر. إعراب جملة الشمس أكثر حمرة من القمر: الشمس مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، أكثر خبر مرفوع علامة رفع الضمة الواحدة لأنه ممنوع من الصرف صفة على وزن أفعل، حمرة تمييز ملحوظ منصوب علامة نصبه الفتحة، من حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، القمر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ملاحظة: هناك فرق بين الأفعال خضرا واخضرا وأخضرا. خضرا فعل ثلاثي مجرد، المصدر منه أي المفعول المطلق خضرة، خضرة يخضر خضرة، وخضرة فهو خضر، وأخضر وهي خضراء والجمع خضر. خضر الزرع صار أخضر. نقول الزرع أكثر خضرة من الأشجار. إعراب جملة الزرع أكثر خضرة من الأشجار: الزرع مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، أكثر خبر مرفوع علامة رفع الضمة، خضرة تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة، من حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، الأشجار اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. الفعل أخضر فعل ثلاثي مزيد بحرف أي رباعي، المصدر منه أي المفعول المطلق إخضار، أفعل إفعال مثل أكرم إكرام، أخضر يخضر إخضار فهو مخضر والمفعول مخضر. أخضر الماء الزرع أنعمه وجعله أخضر نضرا. نقول الزرع أكثر إخضارا من الأشجار. إعراب جملة الزرع أكثر إخضارا من الأشجار: الزرع مبتدأ، أكثر خبر، إخضارا تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة، من حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، الأشجار اسم مجرور علامة جر الكسرة. أما الفعل إخضر فهو فعل ثلاثي مزيد بحرفين الألف والتاء
أي خماسي، المصدر منه أي المفعول المطلق إخضرارا، إخضر يخضر إخضرارا فهو مخضر، إخضر ورق الشجر خضرة أي صار في لون الحشائش الغضة صار لونه أخضر، نقول الزرع أكثر إخضرارا من الأشجار. الزرع مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، أكثر خبر مرفوع علامة رفع الضمة، إخضرارا تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة من حرف جر، الأشجار اسم مجرور. خضر اسم التفضيل منه أكثر خضرة، إخضر أكثر إخضرارا، أخضر الاسم التفضيل منه أكثر إخضارا. إعراب جملة العلم والعمل كلاهما سببا التقدم. العلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، الواو حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب، العمل اسم معطوف، العمل اسم معطوف مرفوع وعلامة رفع الضمة، كلاهما هنا تعرب توكيد لأن الاسم بعدها مثنى متصلة بضمير يجوز الاستغناء عنها موجود المؤكد، وهنا انطبق عليها الشروط الثلاثة فتعرب توكيد. كلا توكيد معناه مرفوع علامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى وهما ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. سببا خبر مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة. التقدم مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. ويجوز أن نقول العلم والعمل كلاهما سببان للتقدم، فهنا ليس هناك إضافة فأثبتت النون. إعراب جملة العلم والعمل كلاهما سببا التقدم. العلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، الواو حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب، العمل اسم معطوف، العمل اسم معطوف مرفوع وعلامة رفع الضمة، كلاهما هنا تعرب توكيد لأن الاسم بعدها مثنى متصلة بضمير يجوز الاستغناء عنها موجود المؤكد، وهنا انطبق عليها الشروط الثلاثة فتعرب توكيد. كلا توكيد معناه مرفوع علامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى وهما ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. سببا خبر مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة. التقدم مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. ويجوز أن نقول العلم والعمل كلاهما سببان للتقدم، فهنا ليس هناك إضافة فأثبتت النون. إعراب جملة العلم والعمل كلاهما سبب التقدم. العلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، الواو حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب، العمل اسم معطوف مرفوع وعلامة رفع الضمة، كلاهما هنا تعرب مبتدأ ثاني لأن الاسم بعدها اسم مفرد وليس مثنى فلا يجوز حذفها من العبارة، فتعرب كلا مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى وهما ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. سبب خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفع الضمة، والجملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. التقدم مضاف إليه، كلاهما إذا أتى بعدها اسم مفرد فتعرب مبتدأ ثاني. إعراب جملة ستبقى مصر هي الشامخة. ستبقى السين حرف دال على المستقبل مبني لا محل له من الإعراب. تبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة. مصر فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الواحدة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. هي ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.
الشامخة خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والجملة الإسمية من المبتدأ وخبره في محل نصب حال، أي كيف ستبقى مصر؟ ستبقى مصر هي الشامخة. هنا الحال جملة إسمية. ضرب جملة ضربت إبراهيم 12 ضربة. ضربت ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، إبراهيم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الواحدة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية العجمة. 2 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى وحذفت النون للإضافة. 10 بدل من نون المثنى المحذوفة مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب، ويمكن أن نعربها عدد مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب. ضربة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهنا العدد المركب تمييزه مفرد منصوب، واثنتي عشرة العدد يطابق المعدود، وتعرب 2 إعراب الملحق بالمثنى، وعشرة عدد مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب. إعراب جملة رجع الفرسان وهم منتصرون. رجع فعل ماضي مبنى على الفتح الظاهر، الفرسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهم الواو واو الحال حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. منتصرون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل نصب حال، وصاحب الحال هو كلمة الفرسان، والحال هنا حال جملة إسمية. والرابط الواو والضمير هم. إعراب جملة أبصرت العاملين يتدربان. أبصرت أبصر فعل ماضي مبنى على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. العاملين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. يتدربان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه فعل من أفعال الخمسة، وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة العاملين. ما الفرق في الإعراب بين جملتي جاء القاضي عادل وجاء قاض عادل؟ جملة جاء القاضي عادل، جاء فعل ماضي مبنى على الفتح الظاهر، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة لأنه اسم منقوص، وهنا أثبتت الياء لأن الاسم معرف بالألف واللام. عادل بدل مطابق مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجملة الثانية جاء قاض عادل، جاء فعل ماض مبنى على الفتح الظاهر، قاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والتنوين تنوين العوض، وهنا الاسم منقوص نكرة مرفوعة فيحذف حرف العلة ويعوض عنه بالتنوين. عادل نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إعراب جملة لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. لبث فعل ماضي مبنى على الفتح الظاهر، نوح فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، في حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. قومه قوم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة،
والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، الفاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. سنة تمييز مفرد مجرور بالإضافة، مجرور وعلامة جره الكسرة، إلا أداة استثناء مبنية لا محل لها من الإعراب. 50 مستثنى بإلا منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وأسلوب الاستثناء هنا تام مثبت. عام تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. إعراب جملة إن أخاك أخوك الذي تجده في الكرة بالجسام. إن حرف ناسخ مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب. أخاك أخا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة. الكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أخوك أخو خبر إن مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الذي اسم موصول مبني في محل رفع نعت. يجده تجد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. في حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. الكرب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. الجسام نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. والشاهد هنا أخوك تعرب خبر إن، وجملة تجده صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إعراب جملة إن على المخلصين وبخاصة أهل الفكر والرؤى المستنيرة توعية الشباب. إن حرف ناسخ مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب. على حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. المخلصين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وشبه الجملة من الجر والمجرور في محل رفع خبر إن مقدم. واسم إن مؤخر هو توعية اسم إن مؤخر منصوب علامة نصب الفتحة والشباب مضاف إليه. وبخاصة الباء حرف جر، وخاصة اسم مجرور وعلامة جر الكسرة. وشبه الجملة من الجر والمجرور في محل رفع خبر مقدم، أو شبه الجملة بخاصة في محل رفع خبر مقدم وما بعدها مبتدأ مؤخر. أهل مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة. الفكر مضاف إليه. والرؤى الواو حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب. الرؤى اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة. المستنيرة مجرور وعلامة جره الكسرة. الشاهد هنا بخاصة خبر شبه جملة مقدم وما بعدها كلمة أهل مبتدأ مؤخر. كلمة توعية اسم إن مؤخر وخبره شبه الجملة على المخلصين.